يقول السائل: هل من نصيحة لطلبة العلم المبتدئين والذين يشتغلون بالجرح والتعديل؟ الجرح والتعديل راح مع الأئمة الكبار، والجرح والتعديل في أسانيد الحديث، ما هو في الغيبة والنميمة. الكلام في الناس في المجالس الآن هذا غيبة ونميمة، ما هو بجرح وتعديل. فعليهم أن يتوبوا إلى الله ويتركوا الكلام هذا. أشغلوا الناس وفرقوا الناس بهالكلام هذا، فلان كذا وفلان كذا. إذا انتقدوا شخصا وثبت عليه خطأ يناصحونه، ولا يتكلمون في المجالس، يناصحونه إما بالكتابة لا، وإما بالمشافهة، وإما بمكالمته، وينبهونه على الخطأ. فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فإثمه عليه. أما الكلام في المجالس في الناس الغايبين، هذه غيبة، هذه غيبة ونميمة، ولا تجوز هذا. نعم.